احنا استمرارا لسه اضافه مصر الاحداث الدوليه الكبيره الحقيقه بنكمل ده كمنهج للدوله المصريه مجسد طبعا في وزاره الشباب والرياضه، لكن احنا موجودين في عاصمه مصر المستقبليه العاصمه الاداريه وفي نادي النادي المدينه الرياضيه بالعاصمه الاداريه واحد منشاتها الصاله المغطاه بطوله العام للانديه يعني بطوله زي ما بنقول في التنافسيه بطوله عنيفه جدا فيها ابطال العالم الانديه الكبيره جدا المحترفين. ده حدث كبير احنا يعني ممتنين ليه بعلاقتنا مع الاتحاد الدولي، وايضا النهارده وقعنا لاتفاقيه لاستضافه الاكاديميه الافريقيه لكره اليد بمجمع حسن مصطفى. طبعا حدث عالمي، سعداء جدا ان احنا بقينا شايفين العاصمه النهارده بقت قبله لكل الفعاليات والاحداث حتى مش الرياضيه بس الفنيه والثقافيه ان شاء الله الفتره القادمه. الحمد لله طبعا حدث عالمي، 9 فرق منهم فرقتين من مصر الاهلي والزمالك و7 عالميين من كل قارات العالم. طبعا تجهيزات الفرق النهارده عندنا حوالي يمكن فوق 300 لعيب موجودين طبعا بالاجهزه الرياضيه والاجهزه الاداريه. عندنا طبعا الاتحاد الدولي كله بالكامل متواجد بكل الاجهزه بتاعته، فترى الحمد لله قدرنا نعمل تنظيم جيد. واعتقد يعني الفيدباك او يعني اللي بيقول لك كابتن حسن الناس كلها سعداء وان شاء الله البطوله الجايه تبقى احسن كده ان شاء الله. انا بشكر كل ما هو مسؤول عن المدينه والفكر الفكر سياده الرئيس، ودي حاجه في الحقيقه كانت تسعدنا جدا وتشرف كل مصري سواء مقيم في مصر او خارج مصر، فدي حاجه مش موجوده في اي حته ما شفتهاش في العالم خالص. وانا طبعا احنا عندنا 210 دوله اعضاء في الاتحاد الدولي، فبلف باستمرار على القارات المختلفه وعلى الدول المختلفه، ففي الحقيقه ما شفتش امكانيات وتسهيلات في اي حته موجوده على مستوى العالم زي اللي انا شفته في العاصمه. انا هبدا كلامي بمستقبل مصر اللي في العاصمه الاداريه. في الحقيقه ان احنا انبهرنا جميعا بمستوى الانشاءات اللي موجود وبمستوى الرفيع العالي في مدينه متكامله. مدينه هي فعلا بالحقيقه بتمثل فخر لكل مصر. نقدم تحياتنا تحيه خاصه لان نجاح هذه البطوله بكل المتاح في العاصمه الاداريه وبوقوف المهندس خالد عباس كراعي اساسي ودور اساسي في البطوله مع الشركه المتحده، يعني نقلوا البطوله اللي فعلا نقول بقى ده مستوى عالمي. نتميز متميز جدا.